Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطلبات الثانوية العامة دفعة التابلت، من الدروس المهمة جدا واللي الناس بترتبك فيها هي الكوزاتيف أو الجملة السببية، يعني المفعول لأجله. الجمل دي الناس بتلخبط فيها ودايما في الاختيارات وبيتشابه عليهم الأمر، لكن الموضوع بسيط جدا. تعال نشوف الموضوع حكايته ايه. قال الكوزيتيف يعني الجملة السببية. يعني ايه جملة سببية؟ يعني فيه مفعول لأجله. يعني ايه مفعول لأجله برضو؟ يعني شخص بيجيب شخص تاني عشان يعمل له شيء تاني. شخص بيجيب شخص تاني، الشخص الأولاني ده بسميه المفعول لأجله، يعني هو اللي بيتعمل له الحاجة، بيجيب شخص تاني عشان يعمل له الحاجة دي. قال لي لما يجيب شخص تاني عشان يعمل له حاجة ده بيبقى معلوم. طيب وبتيجي كمان في المجهول ازاي؟ ان هو بياخد الحاجة دي معمولة جاهزة، مش هو اللي عملها. تعال نشوف التركيبتين في المعلوم والمجهول عاملة ازاي. طيب قال لي الفعلين اللي انا بستخدمهم في الجملة السببية هم have and get. again have and get، الفعلين دول هم اللي بستخدمهم في الجملة السببية في المعلوم والمجهول. طيب تركيبتهم في المعلوم عاملة ازاي؟ قال لي تركيبتهم في المعلوم ببدأ بالسبجكت الفاعل او اللي احنا بنقول عليه المفعول لاجله، يعني ده الشخص اللي هيتعمل له الشيء. طيب هاف او جيت يعني جاب، جاب مين؟ جاب شخص اخر، ده بسميه الايجنت، الشخص اللي هيعمل الحاجه بقى، هيعمل له الشيء. قال لي طب لما يجيب هاف وجيت وبعدين، قال لي هيجيب وراه مصدر يتو المصدر. امتى هجيب مصدر؟ لما اكون جايب هاف. وامتى هجيب تو المصدر؟ قال لي لما هكون جايب جيت تاني. يبقى هبدأ بالفعل أو اللي احنا بنقول عليه المفعول لأجله الشيء، وبعدين have or get. طبعا have أو get بتيجي في أي زمن، يعني مش شرط have، ممكن يكون has، ممكن يكون is having، ممكن يكون have had، ممكن يكون has had، في أي زمن. ونفس الكلام مع get ممكن تيجي في أي زمن. وبعدين بيجيب الأيجنت أو الشخص اللي هيعمل الشيء. طيب لو جاب have قال لي هجيب مصدر، طب لو جاب جيت هيبقى تو المصدر. يبقى هنا في اختلاف في المعلوم ما بين هاف وجيت، فاذا انا مش هتحير في الاختيارات. بمعنى لما يقول لي I had a mechanic check or to check my car، طيب يبقى ده انا جبت مين؟ جبت ميكانيكي عشان يعمل ايه؟ يصلح لي عربيتي. يبقى انا المفعول لاجل الشيء واللي هيعمل الحاجه دي هو الميكانيكي. طيب هنا هقول I had a mechanic check or to check. طبعا اللي بيحكم لي check or to check هو الفعل بتاعي، الفعل بتاعي had اللي هو verb to have يعني، فبالتالي هختار معاه check، هختار معاه check اللي هو المصدر. يبقى تاني I had a mechanic check my car. طب الجملة التانية I got my sister، يعني أنا خليت أختي in my room. أنا المفعول لأجل الشيء، مين اللي هتعمل لي الحاجة؟ أختي. يبقى I got my sister ايه ماي روم، خلاص طالما جاب لي got يبقى اكيد هقول تو تايدي. الفرق هنا واضح وبسيط جدا، لان هاف هيجي معاها مصدر، اما جيت هيجي معاها تو زائد المصدر، مش محتاجه شيء. طيب تعال نشوف بقى تركيبه الكوزيتيف في الباسيف فويس، يعني في المبني للمجهول. قال لي برضو هبدا بالسبجكت اللي هو الشخص اللي بيتعمل من اجله الشيء، وبعدين بيجيب لي هاف اور جيت نفس الافعال، وبعدين بيجيب لي الاوبجكت يعني الشيء، وبعدين يجيب لي الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. وهنا هنلاحظ ان هاف وجيت هيتساووا تماما، مفيش اي اختلاف، يعني مش هقول دي تو المصدر ودي مصدر بس، لا هاف او جيت هيجي وراهم المفعول وبعد كده الباست بارتيسيبل التصريف الثالث، يبقى تساوي. فور اكزامبل، على سبيل المثال لما اجي اقول I had or got my car checked yesterday، معناها ان انا اخدت عربيتي متصلحه امبارح، او انا صلحت عربيتي، لكن هل انا اللي صلحتها؟ لا طبعا، انا خدتها متصلحه، يعني حد تاني هو اللي صلحها لي. تاني I had or got my car checked yesterday، يبقى سواء had سواء got الاثنين متساويين، بيجوا وراهم المفعول وبعدين التصريف الثالث. بس يا مستر هما بيجيبوا لي الاثنين في الاختيارات، وده الشيء اللي بيحيرنا. هقول لك لا، لما هيجيب لي الاثنين في الاختيارات طالما هي في المبني المجهول، يعني بيجي وراها مفعول وتصريف ثالث، وجاب لي هاف وجيت في الاختيارات، قال لي يا اما مش هيبقى فيه توافق بين الفاعل والفعل، يا اما هتلاقي الزمن مختلف في الفعلين. تعال نشوف الجملة دي، بيقول لي he has or get his hair cut every month. هنا جاب لي has وجيت. طب يا مستر ما هو جابهم لي الاثنين، هم هتختار ازاي؟
هقول لك لا، احنا قلنا الاثنين متساويين، فلو جابهم لي اما مش هتلاقي توافق بين الفاعل والفعل، يا اما مش هتلاقي توافق في الزمن. تعال نشوف، بيقول لي he has or get his hair cut every month، يعني هو بيقص شعره كل شهر، بس طبعا هنا مش هو اللي بيقص شعره، يعني حد تاني اللي بيقص له شعره. طيب يا ترى هاخد has ولا get؟ لو بصينا الجيت مش هلاقيها تمشي خالص مع مين؟ مع هي، لان هي بيجي معاها في المضارع فعل في اس اور اي اس. فلو هو عايز جيت كان قال لي ها جيتس، برافو عليكم كده، يبقى المفروض ان انا هاخد ها has. So he has his hair cut every month، يعني هو بيقص شعره كل شهر. يبقى اذا في المبني المجهول لو جاب لي الاثنين في الاختيارات، اعرف ان واحده فيهم مش هتكون ماشيه مع الفاعل، او واحده فيهم هتكون زمانها مختلف. هنا بقى لازم ننوه على حاجه، الناس بتفكر طالما جاب بعد get او have شخص فاذا هي معلوم. قال لي لا طبعا مش بالضروره ان طالما جاب لي بعد get او have شخص يكون معلوم. تعال نشوف المثال ده، بيقول لي we have our father. طبعا الناس اول ما هتشوف our father هتفكر انها معلوم، لكن لو كملنا هلاقي by the doctor every month، by the doctor every month، يبقى احنا ابونا بيتفحص بواسطه الدكتور كل شهر. يبقى اذا دي مبني مجهول مش مبني معلوم، فاذا لازم اجيب بعدها past participle، فلازم يكون examined. So we have our father examined by the doctor every month. اما بقى لو قال لي we have the doctor our father every month، هقول لك هنا بقى الدكتور هو اللي بيفحص الاب، فبالتالي الكلام ده معلوم، فبالتالي هقول we have the doctor. هنا have مش get، فهنا هجيب مصدر، فاذا هقول we have the doctor examine our father. وطالما بقى بنتكلم على كده يبقى لازم اخلي بالي برضو من بعض الافعال اللي بيجي وراها مصدر او بيجي وراها to المصدر. يعني انا عندي make and let، make وlet الاثنين لما يجي وراهم الagent خلاص بيجي وراهم المصدر بس بدون to. اما allow persuade and permit كل ده لما يجي وراه الايجنت او المفعول بيجي وراه تو زائد المصدر. طيب تعالى بقى نشوف الجمله دي، بيقول لي my father let allowed persuaded got me go out. عود نفسك ان هو طالما جاب لي افعال من اللي بيجي وراه الايجنت وبعدين تو المصدر او مصدر بس، قال لي هيجيب لي ثلاثه غلط وواحده صح. يعني هيجيب لي ثلاثه بيجي وراهم تو المصدر، او ثلاثة بيجي وراهم مصدر بس، وواحدة بيجي وراها مصدر، او واحدة بيجي وراها طول مصدر، وتبقى دي هي اللي صح. فطبعا لو بصينا للجملة دي بيقول my father let allowed persuaded or got me go out. لو بصينا هنا allowed قال لي هلاقي وراها الايجنت تو زائد المصدر، persuaded someone to do something، got someone to do something. But let، let هو الاختياري الوحيد اللي بيجي وراه الايجنت someone do something، بيجي وراها المصدر بدون to، فبالتالي هقول my father let me go out. وده كان التعبير عن الكوزيتيف في المبني للمعلوم والمبني للمجهول. يا رب تكون استوعبت الدرس ده معانا النهارده. Thank you very much for watching. But don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. السلام عليكم.